استاذه محبه اتفضلي. ازيك يا شيخ نوال؟ الحمد لله على سلامتك. الله يعز حضرتك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يحفظك يا فندم. انا ما عنديش سؤال، انا الحمد لله ربنا مراعيني جدا يعني. الله اكبر. الله اكبر عليك. بس انا محتاجه شويه حاجات كده ممكن اقولها لك. اتفضلي. الافكار يعني الافكار ممكن تعمل. طيب اقول لك حاجه يا استاذه محبه، باعتبار ان كل احنا عندنا قاعده كده بتقول في اللغه وربنا يجعلها سنه في الحياه، اللي هي ايه؟ مساله كل له من اسمه نصيب، وانت اسمك محبه. كل الحكايه بس قللي توقعاتك شويه. توقعاتك بتخليك تفكري كتير، صح؟ اي انت ما شاء الله ماما، يعني مكشوف عنك الحجاب. لا مش قصدي والله. صراحه جايز ده جاي. لا لا والله العظيم دي ست ده عشان بس انت حضرتك. مكشوف عنك الحجاب. الله يبارك في حضرتك. فخلينا اقول لحضرتك بس، كل ما ننزل سقف توقعات، على فكره كل ما ننزل سقف توقعاتنا ده يخلينا عندنا مساحه ان احنا نتطور مع الناس. اقول لحضرتك، لما الواحد يجي من فوق قوي هيطلع فين؟ يعني انا لو جاي بقى ده بيدوب فيا، ده جوزي ده بيدوب فيا، طب انا لما احسن اليه هيعمل ايه؟ ما هو خلاص داب فيا. لكن لما بنبتدي مع بعض وننضج مع بعض الجواز يبقى ليه طعم. فهمتيني؟ انا الطعم الحلو اللي في حياتي هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى والقران والصلاه والصيام، انما هو انت قلت لي قبل كده عليه ان هو ظالمك وربنا هيحاسبك. لا لا، بس انا عايز اقول لك بس ايه، واحده واحده كده، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويحفظكم يا رب. لا الحمد لله ربنا دامها عليا نعمه وعملت بكل نصايحك بصراحه. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركه. والله العظيم والله. تشرفنا بحضرتك. بس في حاجات كده ايه هقولها لك بعيد عن الموضوع. هو بس احنا زمان فتحنا علينا على ايه؟ ان حفظنا اسماء الله الحسنى من عن طريق التلفزيون، احاديث عرفناها عن طريق التلفزيون كده، فاهمني؟ اذكار المساء والصباح عرفناها عن طريق، يعني كان اهالينا بيقطعوا بعض واحنا بنسمع الحاجات دي في التلفزيون وحفظناها. بص يا ريت بس لمحه بس كده، يا ريت ترجعوا الحاجات دي تاني، هتفرق. على عيني على عيني. وانا اقول لحضرتك حاجه بعد ما نخلص شويه كده، من احنا عندنا حلقه يوم الاثنين بتاعت حلقه التربيه، احنا ناويين نيه لطيفه خالص ان احنا نعمل تربيه بمفهوم جديد. فحضرتك ركزي معانا بس من هنا ورايح على كل الحلقات، بس ركزي على يوم هتشوف الكلام ده ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله. انت حضرتك بتيجي ساعه، احنا عايزين ده على طول على طول اليوم بعد كل اذان كده تسبيح. احنا مستبشرين. بص انا عن نفسي انا مستبشر جدا 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 باللي حصل من تغيير في بيت الخطاب الديني، جدا 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 مستبشر جدا 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 ان يبقى في تطوير، وخاصه مع وجود اخي وحبيبي العلامه الدكتور اسامه السيد. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلي فيه خير كتير جدا 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 جدا، فان شاء الله ربنا ييسر ويبقى فيه خير كبير. حاجه تانية يا استاذ محبه؟ اتفضل. هو بس الموضوع ده بس يا ريت تلحقونا بس كده بعد كل ده، تجيبوا ذكر حديث ايه من القران. الله يخليكم الحقونا. حاضر يا ست، حاضر على راسي على راسي.